بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نتعرض سويا لشرح مكرر تحليل إنشاءات ثلاثة. إن شاء الله المحاضرة الأولى هنتناول فيها مقدمة عن المنشآت الغير محددة استاتيكيا Introduction to Indeterminate Structures. المنشآت عندنا الاستراكشرز بتنقسم إلى شقين، منشآت محددة استاتيكيا اللي هي determined structures، ومنشآت غير محددة استاتيكيا اللي هي indeterminate structures. لو خدنا مثال الاثنين هنشوف المنشآت المحددة استاتيكيا determined structures. البيم اللي قدامنا ده سيمبل بيم فيه ثلاثة رياكشن هينج ورولر، فعندنا ثلاث معادلات وثلاث مجاهيل بيبقى determined structure. نفس الكلام الفريم اللي قدامنا ده فيكسد فيه ثلاثة رياكشنز وعندنا ثلاث معادلات يبقى ده كده determined structures. اما لو خدنا امثله للمنشات الغير محدده استاتيكيا الانديتيرمنت ستراكشرز هنلاقي البيم اللي قدامنا ده فيكسد في ست رياكشنز، لو شلنا منهم ثلاث معادلات يبقى هو ده ثلاث مرات استاتيكالي انديتيرمنت. نفس الكلام الفريم اللي قدامنا ده فيكسد في برضه ست مجاهيل وثلاث معادلات يبقى ثلاث مرات استاتيكالي انديتيرمنت. لو حبينا نعمل مقارنه ما بين المنشات المحدده استاتيكيا وغير المحدده استاتيكيا، comparison between determined and indeterminate structures، لو بصينا من وجهة نظر السيتلمنت الهبوط، لو كاميرا determined حصل فيها هبوط هنلاقي الكاميرا لا زالت ستريت زي ما هي، ما حصلش فيها bending، ما حصلش فيها انحناءات. نفس الكلام لو عندنا فريم فيكسد زي اللي قدامنا ده وحصل ان هو حصل فيه روتيشن دوران للفيكسد سبورت هنلاقي ان المنظر بتاعه عامل كده ولا زال ما حصلش فيه اي انحناءات. اما لو خدنا كاميرا انديتيرمنت فيكس زي اللي قدامنا وجي يحصل سيتلمنت هبوط لاحد الركائز هنلاقي ان منظر الديفورمت شيب عامل كده وده واضح قدامنا ان حصل انحناءات في الكاميرا بيندنج فيها. نفس الكلام لو عندنا فريم فيكسد زي اللي قدامنا ده وحصل روتيشن لاحد السبورتس هنلاحظ ان بدأ يتكون بيندنج في العناصر بتاعه الفريم، وده يوضح لينا ان الديتيرمنت ستراكشرز المنشآت المحدده استاتيكيا لا تتأثر بالهبوط، اما المنشآت الغير محدده استاتيكيا الانديتيرمنت ستراكشرز فبتتاثر تاثرا بالغا بالهبوط. لو بصينا من وجهه نظر الرايز ان تمبريتشر الارتفاع في درجات الحراره، كلنا عارفين ان العناصر بتتمدد بزياده درجه الحراره، فلو عندنا بيم زي اللي قدامنا ده كده هنج درولر سيمبل بيم وحصل فيه زياده في درجه الحراره هيحصل ان هو هيتمدد لكن ما حصلش فيه اي بندنج. نفس الكلام لو عندنا فريم زي اللي قدامنا ده حصل فيه رايز ان تمبريتشر هنلاقي ان هيبدأ يزيد الاطوال بتاعته لكن برضه ما حصلش فيه اي بيندنج ولا اي انحناءات. لو بصينا على الكاميرا اللي قدامنا دي فيكسد لو تخيلنا ان بدأ يحصل فيها زيادة في درجة الحرارة هي اصلا طولها ثابت فهيبدأ ان هي تبدأ تقوس حسب لفوق او لتحت حسب درجة الحرارة، وده يوضح لنا ان determined structures لا تتأثر بالارتفاع في درجات الحرارة، اما المنشآت الindetermined فبتتأثر تأثرا بالغا بزيادة درجة الحرارة. لو بصينا من وجهة نظر الايكونومي الاقتصادية هنلاقي ان احنا لو عندنا كاميرا سيمبل بيم زي اللي قدامنا دي وفي عليها حمل كونسنتريتد بي هيتولد بيندنج مومنت بي ال على الاربعة، هنصمم ونلاقي في عندنا الكاميرا تطلع بديبث معين. اما لو عندنا الكاميرا دي انديتيرمنت فيكسد مثلا فهنلاقي ان البيندنج مومنت بقى بي ال على اربعة، وده هيؤدي الى ان الكاميرا اللي عندنا تبقى ارتفاعها اقل، وده يوضح ان المنشآت الانديتيرمنت بتكون اكثر اقتصادية من المنشآت الديتيرمنت. لو بصينا من وجهة نظر الديفليكشن الترخيم اللي بيحصل في الكاميرات فهنلاقي ان احنا لو عندنا كاميرا ديتيرمنت واثرنا عليها بحمل كونسنتريتد بي بتولد ديفليكشن مقداره بي ال تكعيب على 48 اي اي، بينما لو الكاميرا دي انديتيرمنت فهنلاقي ان الديفورمت شيب اللي هيتولد منها هيكون بي ال تكعيب على 192 اي اي، يعني ان نسبة الديفليكشن في الانديتيرمنت الى ديتيرمنت 1 الى 4. من وجهة نظر الاستابيليتي
لو عندنا كاميرا زي كده واثرنا عليها كاميرا ديتيرمنت واثرنا عليها بحمل بي، فهنلاقي ان يحصل لها ديفورميشن ديفليكشن. لو قارنا الديفليكشن ده حسب هيكون نسبه من الحمل، لو الحمل زاد هيبدا يحصل ديفليكشن اكبر اكبر اكبر، فجاه النقطه اللي في النص هنا هيبدا يتولد فيها بلاستيك هينج. بمجرد ما يتولد فيها بلاستيك هينج هيحصل فيلير في الكاميرا دي، لان هيبقى ثلاثة هينجز في الكاميرا، اتنين واحدة بلاستيك واتنين الاستيك، فهيبدأ يتكون لي فيلير في الكاميرا دي. اما الكاميرا الانديتيرمنت لو حصل فيها ان الحمل اثر وبدأ ادي الديفورمت شيب، هنلاقي ان كل الحمل ما يزيد الديفورمت شيب هيزيد لغاية ما يتولد بلاستيك هينج عند النقطة اللي هي اللي فيها المومنت الأكبر، فهنلاقي إنها تبقى الكاميرا بدل ما كانت 3 مرات استاتيكالي انديتيرمنت هتبقى مرتين بس استاتيكالي انديتيرمنت، بس مش هيحصل لها فيلير. عايزين نشوف طرق تحليل المنشآت الغير محددة استاتيكية، analysis methods for indeterminate structures. الميثودز اللي الطرق اللي بنحل بيها الانديترمنت ستراكشرز بتنقسم الى مدرستين كبار، الفورس او الفلكسبيليتي ميثودز والديسبليسمنت او ستيفنس ميثودز. الفورس ميثودز او الفلكسبيليتي ميثودز بيندرج تحتها عده طرق: كونسيستنت ديفورميشن، ثري مومنت ايكويشن، كولومن انالوجي، والاستيك سنتر. اما الديسبليسمنت او الستيفنس ميثودز بيندرج تحت منها 3 طرق: المومنت ديستريبيوشن، سلوب ديفليكشن، وطريقه الستيفنس اخرهم. لو حبينا نشوف الفارق ايه بين الفورس ميثودز والديسبليسمنت ميثودز، الفورس لو تخيلنا ان في عندنا الكاميرا زي اللي قدامنا دي وعايزين نحلها بالفورس ميثودز، فالحال ان احنا بناخد كل باكيه من الباكيتين دول على اعتبار ان هم سيمبل بيم سيمبل بيم، ونجيب فيهم البين مومنت. بس في ملحوظه مهمه لازم ناخد بالنا منها: لو شفنا الديفورميت شيب للانديترمنت ستراكشر للمساله الاصليه هنلاقي منظره باللون الازرق زي ما هو واضح قدامنا كده. اما الكامرتين اللي احنا فصلناهم لو جينا رسمنا ليهم الديفورميت شيب فهنلاقي المنظر مختلف تماما عن المساله الاصليه. طيب ازاي ان احنا بقى هنوصل الى الديفورميت شيب الاصلي؟ هنبدا ناثر بمومنتس في نهايات الكامرات وعشان نرجع الديفورمت شيب بتاع السيمبل بيم نوصله الى الديفورمت شيب بتاع الانديتيرمنت ستراكشر. فنلاحظ ان احنا اثرنا بفورسز او مومنتس، لذلك الطرق دي اسمها فورس ميثودز. اما طرق الديسبليسمنت ميثودز فهي نفس الكلام، بس هنبدا ناخد كل كاميرا على انها فيكسد فيكسد، هناخد كل كاميرا على انها فيكسد فيكسد، وبرضه هنلاحظ ان الديفورمت شيب بتاع الكاميرا الاصليه غير الديفورمت شيب بتاع الكاميرتين الفيكسد فيكس. فهنبدا نعمل ديسبليسمنت او ثيتا عند السبورت ده والسبورت ده بحيث ان احنا نوصل الديفورمت شيب بتاع الانديتير الكاميرتين اللي هو الفيكسد فيكسد الى الديفورمت شيب بتاع الكاميرا الاصليه اللي عندنا. بما اننا بنتكلم على الانديتيرمنت ستراكشرز وطرق الديسبليسمنت ميثودز، فهنتعرض لحاجه مهمه جدا اسمها ديجريز اوف فريدم، درجات الحريه او درجات التحرر، واختصار بتاعها دي او اف. اي نقطه عندنا ممكن تتحرك في 6 اتجاهات، ممكن تتحرك في اكس، ازاحه في اكس، او ازاحه في واي، او ازاحه في زد، وممكن تلف حوالين الاكس بقاعه اليد اليمنى بالابهام ويتلف حوالين الواي وتلف حوالين الزد. يبقى احنا عندنا في 6 ديجريز اوف فريدم: ازاحه في اكس وواي وزد، ودوران حوالين اكس وواي وزد. تعال نشوف مع بعض السبورتس في السبيس ستراكشرز من وجهه نظر الديجريز اوف فريدم. لو جينا نشوف فيكسد سبورت زي الكرسي بتاعنا ده، العمود ده فيكسد في القاعده. لو بصينا نلاقي ان كل الازاحات بتاعت الفيكسد سبورت في السبيس بتكون بصفار، وكل الدورانات الثيتات هتكون كلها بصفار. اما لو بصينا على الهنج سبورت، وده مثال، ادي هنج سبورت في كوبري، فهنلاحظ ان كل الازاحات بصفار، اما الثيتات اللي هي الدورانات هنلاقيها مش بصفار. لو بصينا على رولر سبورت، وده مثال يوضح رولر سبورت عندنا في كوبري، فهنلاقي ان الازاحه في اكس
والازاحه في واي مش بصفار، ممكن يتحرك في اكس وواي. اما في زد فهنلاقي ان الازاحه بتاعتنا هتكون بصفر، اما الثيتات اللي هي الدورانات هتكون كلها مش بصفار، ممكن تكون بقيم، ممكن يلف حوالين اكس وواي وزد. لو اتكلمنا على بلين ستراكشرز، منشآت في المستوى، المنشآت المستوية، فهنلاقي ان الاكتف ديجريز اوف فريدم عندنا مش هما الستة، هنلاقي في عندنا ازاحة في اكس، ازاحة في واي، دوران حوالين الزد. لو بصينا نشوف الفيكسد سبورت، مثال اللي قدامنا ده فيكسد سبورت اهو، وده الشكل الدارج له عندنا، هنلاقي ان هو مش هيتحرك في اكس ولا يتحرك في واي ولا يلف حوالين محور زد. اما الهنجد سبورت، وده الشكل الدارج له عندنا في المسائل بتاعتنا، فهنلاقي ان الازاحه في اكس بصفر، في واي بصفر، اما الدوران حوالين محور زد فلا يساوي صفر. لو جينا نشوف الرولر سبورت اللي هو بيكون فيه عجل، وده الشكل الدارج عندنا، هنلاقي ان الازاحه في اكس مش بصفر لانه ممكن يمشي في اكس، الازاحه في واي بصفر، اما الدوران حوالين زد فلا يساوي صفر. ده كده مقدمه سريعه عن الانديتيرمنت ستراكشرز، نستكمل ان شاء الله في المحاضره القادمه باذن الله تعالى.